السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي. الحمد لله في الفيديوهات السابقة خلصنا إيه المودرن فيزيكس. هنبدأ في الكلاسيكال فيزيكس إن شاء الله شابتر 1. قلت لكم قبل ما تدخلوا معايا السيشن أو قبل ما تراجعوا معايا أي شابتر لازم تكونوا حافظين القوانين كويس. طيب قوانين شابتر 1 أنا كنت مجمعها لكم قبل كده قدامكم أهي إن شاء الله تكون باينة في السكرين شير. وديت قوانين خلاص احنا يعني حفظناها كتير او مرت علينا كتير، هي بس ايه تجمعها في دماغك بسهوله ان شاء الله علشان تقدر تطبق معاها. طيب اللي هنحتاجه ان شاء الله يعني في قلب السيشن هنوضحه لكم. نبدا بقى كتاب المعاصر فاينل ريفيجن شابتر 1. السؤال الأول بيقول the opposite diagram shows the section of a conductor which is carrying an electric current. So which of the following choices showed the relation among the current intensities at the cross sections X, Y, and Z. قدامنا شباب cross section A هنا الأريا كبير وهنا الأريا أقل شوية وهنا الأريا أقل خالص. هو عاوز بقى الـ I عند X والـ I عند Y والـ I عند Z. هل هي الاي بتقل ولا الاي بتزيد ولا هم ايكوال بعض؟ الحقيقه هم ايكوال بعض. ليه؟ لان الكرنت انتنستي اللي بيمر عند بوينت اكس ديت او كروس سكشن الاريا اكس هي نفسها اللي بتمر في الواي، هي نفسها اللي بتمر في الزد. امال ايه اللي بيختلف يا مستر؟ يعني الاريا اختلفت. الاريا لما تختلف يا شباب كل ما الاريا تزيد الفي لان سبيد اوف الكترون ايه؟ ديكريز بتقل. انما الاي ده doesn't change. لو انتم فاكرين في سنه ثانيه ثانوي احنا خدنا حاجه اسمها كيو في اللي هي فوليوم فلو ريت، كانت عباره عن اي في. الاي تزيد الفي ايه تقل والعكس، والكيو في هنا ايه ثابت. نفس المنطق عندنا، احنا عندنا هنا طبعا الاي ايكوال ايه كيو اوفر تي. اللي بيزيد ويقل هنا الكيو والتي، يعني لو الكيو زادت التي هتزيد بنفس المقدار، ولو الكيو قلت التي هنا بتقل بنفس الايه المقدار بحيث يحافظ على الانتنستي ايه ثابت. وطبعا انتوا عارفين العلاقه بين السبيد نفسها والتايم انفيرسلي، يعني لما السبيد تزيد هتلاقي التايم ايه بيقل والعكس. فهنا الكرنت انتنستي doesn't change، بيثابت لان اللي بيمر اكنهم اصلا متوصلين سيريس، يعني اكنهم متوصلين ايه سيريس. انا عندي كوندكتور تخين كده متوصل سيريس مع كوندكتور ارفع منه، متوصل سيريس مع كوندكتور ارفع منه. هو هنا اللي بيتغير ايه؟ اللي بيتغير مش ال V equal I times ال R. ال I ثابت وال R كل ما الاريا تزيد ال I ال R بتقل، وتلاقي ال V معاها ايه تقل، يعني ال I ديت كونستنت، ال R تزيد ال V تزيد، ال R تقل ال V تقل، وال I هنا ايه ثابت برضه. يبقى هنا الالكتريك كارنت اللي بيمر مثلا لو انا عندي دوت بوينت اكس او كروس سكشن الاريا اكس ودوت واي ودوت زد، هنا اتغير الاريا، هي الاريا عماله تقل بس الاي مش هيتغير. ايه اللي هيتغير؟ الار، وتابع لها يتغير الفي، البوتنشال ديفرنس بتوين ذا تو بوينتس او تو اندز اوف ذا كوندكت. فالاجابه بي. السؤال الثاني which of the following electric circuit show the conventional direction of the current I and the direction of free electrons motion E correctly. احنا عارفين conventional ديت منين؟ من البوزيتيف لمين؟ من النيجاتيف. والالكترون بيتحرك منين؟ من النيجاتيف للبوزيتيف. هنبص في الشكل الاولاني، الالكترون المفروض تكون طالعه كده من النيجاتيف للبوزيتيف، مش نافعه، هي هنا في الشكل ده العكس ماشي كده قدام اهو، مش هنا مش نافعه. طب دي الالكترونز ماشيه كده ماشي، والconventional direction ماشي كده صح. طيب تعالى سي، المفروض الالكترون ماشي من نيجاتيف للبوزيتيف كده، هو هنا ماشي العكس مش نافعه. طب تعالى لدي، الالكترون ماشي كده معانا صح كده. طب تعالى بقى للاي الثاني اللي هو الكونفنشال بقى، المفروض يخرج من البوزيتيف يطلع كده، طبعا هو ماشي العكس فمش نافع. فالاجابه الصح هتبقى يا شباب بي 2 بي. تعالوا لي السؤال نمبر 3، if the intensity of the electric current through a conductor 2 امبير. ديت الاي، هو عاوز مين بقى؟ quantity of electric charge، يعني هو عاوز ال Q that passes through a cross section of that conductor in a minute. minute اللي هو الايه؟ ال time equal 60 second، مش بشتغل بالminute. يبقى ال I equal ايه؟ Q over D.
يبقى انا عاوزين الكيو، الكيو ايكوال ايه؟ اي تايم دي تي، يبقى الكيو ايكوال الاي بي 2 والتي بكام؟ 60 ايكوال 120 كولم، فالاجابه ايه؟ طيب السؤال نمبر 4 ان الكتريك كارنت اوف انتنستي 10 ملي امبير، ديت الار بس بالملي امبير هتحول للامبير، واحنا بنشتغل طبعا بالانترناشونال يونتس. سو ذا نمبر اوف الكترونز، هو عاوز الان اللي بتمر يا شباب خلال ايه 10 سكند، ديت التايم، مش هو عايز الان. انا عندي قانون مهم جدا لازم تكونوا حافظينه، ان الكيو اللي هي كوانتيتي اوف الكتريك تشارجز ايكوال نمبر اوف الكترونز تايم اي اللي هي الكتريك تشارج. الالكترون تشارج المحفوظه 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، هو عاوز مين؟ عايز الان. يبقى عشان نجيب الان ايكوال كيو اوفر اي، طب انا ما عنديش الكيو، هات الكيو يا حبيبي. الكيو ايكوال ايه؟ اي تايمز دي. الاي بكام؟ 10 مللي امبير، يعني 10 تايم 10 باور نيجاتيف 3. والتايم بكام؟ 10 سكند، يطلع لك ب 0.1 امبير. يبقى جبنا مين؟ الكيو. يبقى الان هتعمل 0.1، الكيو هنا كولم 0.1 كولم، يبقى 0.1 اوفر 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 19. هيطلع لك على الكالكوليتر كام؟ هتطلع لك 6.25 تايم 10 باور 17 الكترون، فالإجابة بي. طيب السؤال نمبر 5، the opposite graph represents the variation of the current intensity I through a conductor versus time. Then the electric charge هو عاوز كيو بقى دلوقتي that passes through the cross section of a conductor during the represent time interval كام؟ 10 second equals كام؟ العلاقة بين الـ I والـ T. الكلام ده احنا واخدينه من سنة أولى ثانوي، لما يكون عندك الواي اكسس والتايم والاكس اكسس، الاثنين دول لو عملتهم تايم بعض، لو عملت انت عملت الاي تايمز تي هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الكيو، ما كيو ايكوال اي تايمز تي، ما احنا عاوزين التراينجل اللي هو عايزين نجيب الكيو يبقى ايه؟ اي تايمز تي، او عاوزين نجيب الاي يبقى ايه؟ كيو اوفر تي، وهكذا. طب طالما عندك الواي اكسس والاكس اكس عملتهم تايمز بعد، طلع لك فيزيكال كوانتيتي كميه معينه، يبقى الكميه ديت قيمتها ايه؟ هي اريا اندر ذا كيرف. الاريا اندر ذا كيرف ديت انا هقسمهم تو فيجرز. الفيجر الاولاني هاخد اللي هو التانجل ده مستطيل، اظن الاريا بتاعت التانجل بتاخدنا من سنه رابعه ابتدائي. طيب وكمان التراينجل اللي فوقيه ده اهو، يعني انا هجيب تو ارياز بتاع التراينجل اللي فوق وبتاع الريكتانجل واعملهم بلس، يعني الكيو ايكوال اريا اندر ذا كيرف اللي هي عباره عن ايه؟ الاريا بتاع الريكتانجل، الريكتانجل من 0 ل 10 دوت الويتس او اللينس بتاعه، يبقى 10 ماينس 0 بكام؟ ب 10 تايمز الويتس بقى العرض بتاع الحته ديت من 0 ل 2 يبقى 2 بلس الاريا بتاع التراينجل هاف تايمز البيز، البيز اللي هي ديت من 0 ل 4 تايمز مش بلس تايمز الهايت، الهايت اللي ارتفاع من 2 ل 4، من 4 ل 2 ارتفاع هنا كام؟ 2. طبعا الهاف راحت مع 2 بدي 4، يبقى انا عندي 10 تايم 2 20، 20 بلس 4 يبقى كام؟ 24 كولم، فالاجابه بي. وخلي بالكوا الاسئله دي بقى لما تقابلك بالشكل ده خلاص انت كده عرفت تحلها ازاي. نمبر 6، الشكل اللي قدامنا ده علاقه بين كيو والتي، لو انت عملت كيو اوفر تي، كيو اوفر تي عباره عن ايه؟ الار، يبقى الاي هي ايكوال سلوب اللي هي ايه يا شباب؟ هو عاوز كارنت انتنستي في الشكل ده، هتقول 60 ماينس 0 اوفر هنا كام؟ 12 ماينس 0 يبقى ايكوال 60 اوفر 12 ايكوال كام؟ 5 امبير، فالاجابه دي. طيب السؤال نمبر 7، تو ميتاليك كوندكتورز A and B are carrying current of intensity I and 2I، ده بتاع الـ A طبعا وده بتاع الـ B respectively بالترتيب، انا امشي بالترتيب، الـ A الاول يبقى الـ I هنا بتاعت الـ A يعني اللي ماشيه في الـ A، والثاني الـ I اللي ماشيه في الـ B، لا 2I يعني.
So the ratio between the number of electrons that pass through the cross section, the cross sections of each conductor during the same time, نفس الزمن, same time interval, يعني هو عاوز ان A over ان B. لازم تربط ال I بال N. اربطها ازاي؟ اتعلم تربط بقى العلاقات. احنا بنقول I equal A Q over D equal ان E over D. انا عاوز اجيب العلاقه بين مين ومين؟ عاوز اجيب يا مستر علاقه بين الاي والان. ليه؟ بنديك الايات اهيت وعاوز الان. يبقى دلوقتي لازم اثبت الباقي. الالكترون تشارج ثابت. طب والتايم ثابت من هنا من الكلمه دي ذا سيم تايم انترفال. يبقى الاي فو في النمريتور والان في النمريتور يعني هما دايركتور. يعني الاي اللي بيمر في الاي اوفر الاي بيمر فين؟ في البي. ايكوال الان نمبر اوف الكترون اللي بتمر في A اوفر نمبر اوف الكترون اللي بتمر في B. فاما الاي اللي بيمر في A هو قال لك اي واللي بيمر في B هو قال لك ايه؟ 2i يبقى ايكوال ان A اوفر ان B. طب ما الاي راحت مع الاي يبقى ال ان A اوفر ان B ايكوال تبقى لك فوق 1 وتحت ايه؟ 2 يبقى هاف. فالاجابه ايه؟ سؤال 8 according to Bohr's model of the hydrogen atom the electron of the hydrogen atom moves in the circular orbit of radius مديك الراديوس الار with the speed بسرعه مديك الفي hence the electric current intensity عاوز الاي approximately equal what approximately يعني تقريبا انت هتطلع رقم وهتقرب هتشوف اقرب اجابه اللي طالعه لك يعني هنا انا هعملها لك طبعا هجيب لك كده عشان اعلمك حتى ازاي تستنتج القوانين لو انت نسيت في الامتحان والموضوع بسيط ما هوش صعب يعني. دلوقتي هو عاوز الاي الاي ايكوال ايه مثلا من البدايه كده كيو اوفر تي هل مديك الكيو؟ لا. طيب ومش مديك التايم برضه هنشوف هو مديك الفي ومديك الار. لما الكيو عباره عن ايه؟ ان تايمز الاي اوفر تي. حلو قوي اربط الكلام. الان ديت هي مين؟ نمبر اوف الكترونز. أو number of rotation of one electron around the nucleus of the atom. يعني الـ n over t عدد الدورات في الثانية، خدناها في سنة تانية ثانوي وخدناها في سنة تالتة ثانوي السنة دي. n over t هي الفريكونسي على طول. يبقى الفريكونسي تايمز الـ a تايمز الـ e. طب ما احنا عارفين الفريكونسي ايكوال يا شباب؟ 1 over period of time، يعني الـ new ايكوال 1 over t. يعني هي ايه كده؟ تبقى الـ t تحت في الدينوميريتور. طب ما البريد اوف تايم مش مدهوني برضه، ده مديني السبيد. ما هو اي تايم اصلا يعني قانون السبيد ديت من الاعدادي وانت عارف ان اي سبيد عباره عن ديستانس اوفر تايم. طيب ما هو الديستانس ديت اذا كان هو اصلا بيمر في مسار دائري قال لك سيركلر باس، الديستانس اللي بيمشيها هي عباره عن سيركمفرنس 2 باي ار. وهيمشي السيركمفرنس ديت في بريد اوف تايم في زمن دوري واحد. يبقى ال في التي ديت عوض عليها ازاي؟ التي ديت عباره عن الترينج اللي هي 2 باي ار اوفر بي. يعني هنا الاي موجوده فوق وتحت 2 باي ار اوفر مين؟ الفي. ما تطلع من الدينوميريتور هو اصلا الدينوميريتور الدينوميريتور يطلع بايه؟ بالنوميريتور فوق. هي ديت انا مستر اشتغل بيها يبقى الالكترون تشارج بكام؟ 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19. الله اكبر الله العظيم عزت الدوم لله. تايمز الفي هو قال لك بكام الفي؟ قال لك يا سيدي 2.2 تايم 10 باور 6 اوفر بقى 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الراديوس هو قال لك 5.3 تايم 10 باور نيجاتيف 11 هيطلع لك على الكالكوليتر تقريبا 1.303 كده تايم 10 باور كام؟ نيجاتيف 3 امبير. فانت لما تيجي تاخدها ابروكسيميتلي هتلاقي ايه؟ 1 تايم 10 باور نيجاتيف 3 امبير. نرجع تاني ل الكتاب المعاصر هتلاقي 1 تايم 10 باور نيجاتيف 3 اللي هي ايه؟ اللي هي سي. تعالى بقى بعد كده السؤال نمبر 9. In which of the following cases the arrow represents the correct direction of the electric current? بيمر في الريزستنس الكهرباء بتمر من الهاي فولتج لللو فولتج. طب ديت بوزيتيف 10 وديت بوزيتيف 2 هو دلوقتي بيمر منين؟ من البوزيتيف 10 للبوزيتيف 2 من الكبير للاعلى من الكبير يعني للاقل فهنا يبقى الاجابه ايه؟ تنفع. طب تعالى اللي بعدها
قال لك من 0 ل 10. ينفع من 0 ل 10 يعني الكهرباء تمر من الاقل فولتج لاعلى فولتج؟ مش نافعه. طب سي من النيجاتيف 4 لل 2 برضه مش نافعه، من الاقل للاكبر. طب دي من النيجاتيف 4 لل 0، ما هي 0 اكبر من اي نيجاتيف، ده مش نافعه. فالاجابه ايه؟ لازم عشان الكهرباء تمر بتمر منين؟ من هاي فولتج الى لوور فولتج. نمبر 10 the potential difference between two points when a work done. عارفين قانون بتاع ال potential difference؟ محدش ينساه. ال V equal يا شباب W over Q. هو عاوز ال V، يبقى ال V ده عبارة عن ايه؟ W over Q. هنا كده ال W اللي لازق فيها جول اللي هو ال work done 50، وال Q اللي لازق فيها C اللي هي بالكولم 5، يبقى 50 اوفر 5 بكام؟ ب 10 فولت. فالاجابه ب. تعال نمبر 11. كولم ذا اماونت اوف الكتريك تشارج. الكولم ديت هي اي تايمز دي كولم. عشان يكون ديت 1 كولم لازم يكون الكرنت انتنسيتي 1 امبير والتايم ده 1 سكند. شوف بقى 1 امبير و1 سكند في الموضوع ديت 50 امبير و5 سكند مش نافعه. ديت 0.5 امبير و50 سكند مش نافع. طيب في طريق تاني. الكيو ايكوال يا شباب دبليو اوفر ايه؟ اوفر البي. طيب تمام. ايكوال كولم. ال1 كولم ده هي 1 جول اوفر ايه؟ 1 فولت. يعني لازم او 2 اوفر 2 او 3 اوفر 3 او 100 اوفر 100، لازم يكون الورك دان قد الفولتج، الاثنين قد بعض عشان يروحوا مع بعض يجيبوا له 1 كولم. فانت هتبص هنا الجول بالفايل والفولتج 0.5 مش نافع. هتبص دي بقى الجول بكام؟ 0.05 والفولتج بكام؟ ب 0.05. ما اكيد 0.05 اوفر 0.05 بكام؟ ب 1. فالاجابه دي اللي هتنفع دي. 12. طبعا ديت الكتريك سيركت. اكس ده يمثل ايه؟ فولتامتر او فولت ميتر. طب والواي يمثل ايه؟ اميتر. الفولت ميتر بيقيس الايه؟ بيقيس هنا ايه؟ بيقيس الكتريك فورس او بيقيس الفولتج هنا لو هي طبعا الانترنال ريزيستنس بزيرو. نشوف ذا اوبزيت سيركت كونتينز تو ديفايسز اكس اند واي that are connected correctly in the circuit. So corrected بطريقة صحيحة يعني. So which of the following choices show the measuring gates of the quantities that are measured by device X and device A Y. So الفولتميتر ده بيقيس الايه؟ بيقيس الفولتج. الفولتج ده عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن جول اوفر ايه؟ اوفر كولم. طب والاميتر ده بقى عبارة عن ايه؟ بيقيس للاي. الاي بي عبارة عن ايه؟ برضه كيو اوفر ايه؟ اوفر سكند. اليونت بتاعته يعني هو الفولت بجول اوفر كولم والامبير بالايه؟ كولم بير سكند. يبقى انت لو انت شفت كده عندنا الديفايس واي سكند بير كولم. خلي بالكم ممكن الاي عشان مش لاقي انا هنا كولم بير سكند، هبص الاقي الفولت بير اوم تنفع معايا. ليه؟ لان الاي برضه ايكوال ايه؟ في اوفر ار. خلينا نعمل اومز لو. يبقى دلوقتي الامبير دلوقتي ما هو الاميتر بيقيس بالامبير. الامبير عباره عن ايه؟ فولت اوفر اوم. فهي فولت اوفر اوم تنفع والتاني جول بير كولم تنفع. في الاجابه سي 12 سي. السؤال اللي بعده 13. حاجه سهله يا شباب كده احنا بنحلها بسرعه عشان بس ايه وقت الفيديو ما يطولش عليكم. Number 13. Which of the following graph represents the relation between potential difference V across an ohmic resistance that carried the electric current of constant intensity and time T when holding the temperature of the resistance called constant? The temperature هنا ايه؟ constant. هو عاوز علاقة بين ايه وايه بقى؟ بين ال V وال T between the two cross section of a conductor. لو انا عندي اي conductor او اوميك ريزيستنس وقال لك عندك اوميك ريزيستنس كده بالشكل ده موصل باتري وبيمر كهرباء ماشي، بس همسح دي كده شويه عشان ايه الرسمه تكون بالنسبه لكم واضحه.
اهيت انا عندي resistance وعندي ammeter وعندي battery وهنا وصل فولت ميتر في الرسمه دي. هل هو ان قال لك هنا غيرنا الباتريز؟ لا، فهنا الفي ثابت. طب تمام، طالما الفي ثابته يبقى الاي اللي بتخرجها ثابت، يعني الفي كونستانت والاي اللي بتخرجها هنا ايه؟ كونستانت. طب وقال لك الار ديت، الار ديت قال لك فيكسد ريزيستنس، مقاومه ايه؟ ثابته، او اوميك ريزيستنس، مقاومه ثابته برضه. المقاومه دي مش هتغير اصلا قيمتها الا اذا غيرت التمبريتشر بس، يعني زودت التمبريتشر الار هتزيد، وقللت التمبريتشر الار ايه؟ الار هتقل. يعني لو دخلتها فرن مثلا الريزيستنس بتاعتها هتزيد، لو دخلتها في الفريزر الريزيستنس بتاعتها ايه؟ هتقل. فهو عاوز العلاقه بين الفي والتي بيمر فيها. ما هي الفي اصلا عباره عن اي تايمز الار. طب ما الاي ثابت مش هيتغير لان نفس الباتري، والريزيستنس ثابته لان نفس التمبريتشر ونفس الاوميك ريزيستنس ما اتغيرتش، فالفي لازم تكون ثابته مع الزمن، فالعلاقه هتكون يا شباب ايه؟ نيجي لسؤال نمبر 14. The opposite diagram represents the sections of the electric circuit. هي عباره عن جزء من الالكتريك سيركت، اكنها اعتبر الالكتريك سيركت كده اهوت بيمر كهرباء بالشكل ده، ماشي كده تقريبا. هو عاوز ايه بقى؟ عاوز WAB over WBC، يعني عاوز الورك دان، عاوز الريشيو بتوين الورك دان في بين تو بوينتس A وB وبين تو بوينتس B وC. لو احنا عارفين ان ال W ايكوال A V تايمز A Q، طب تمام. هو قال لك ايه بقى؟ قال لك ترانسفيرنج ذا سيم الكتريك تشارج، يعني Q ثابت. يبقى انت خليك شاطر كده، هتقول بقى ان الورك دان دايركت بروليشن مع الفولتج، يعني W A B over W B C equal الفولتج بين A و B over الفولتج بين A بين B و C. لما الفولتج بين A و B تبقى لك هنا عبارة عن I times الـ I اللي بيمر فيها، تمام؟ اعتبرها مثلا I اللي هي 2 ohm يعني، والتانية I times الـ R اللي بيمر فيها اعتبرها الـ R 3. الـ I 2 امبير اهي داخلة فيهم الاثنين، والـ R التانية 2، والـ I 2 امبير والـ R التانية هنا ايه؟ 3. الترا واحد مع التو يبقى عباره عن ايه؟ 2 اوفر 3. فالاجابه بي. السؤال اللي بعده 15. A conductor of resistance del R والانتنستي ديت الاي. If an electric current intensity 2 امبير يبقى دي اي 1 وديت هنا ايه؟ اي 2. Passes through the ايه؟ same conductor. نفس الكوندكتور. طالما نفس الكوندكتور عند نفس التمبريتشر الار مش هيتغير، هو بس مديك اي 1 واي 2 عشان هنا ايه؟ عشان هنا غلط. نفس الكوندكتور ونفس التمبريتشر مش هيتغير الريزيستنس بتاعته. Then the resistance equals كام؟ 5 اوم زي ما هي، مش هتتغير لان الريزيستنس انت عارف بتتغير بحاجات، يعني انت عارف ان الريزيستنس دايركت بروبورشن تو ده ايه؟ تمبريتشر. كل ما التمبريتشر زاد كل ما الايه؟ الريزيستنس زادت. والار برضو دايركت بروبورشن مع ال ودايركتلي بروبورشن وانفرس بروبورشن مع ايه؟ مع الاريا. يعني هي اصلا بتعتمد على الدايمنشنز اللي هو اللينس والاريا بتاعت الكوندكتور. هو نفس الكوندكتور، ال ال ثابته والاي ثابته والتمبريتشر ثابته والماده نفسها ثابته ما اتغيرتش، ما شلناهاش وجبنا ماده ثانيه، يبقى الريزيستنس ثابت كونستنت. نمبر 16. In which of the following cases the intensity of the current that passes in the resistor R is less the other is less than the other. هو عاوز ايه بقى؟ عاوز الاي اقل حاجه. طب ما احنا عارفين ان البي دايركت بروبوشن مع ايه؟ مع الاي. هو نفس الريزيستنس. ليه انا قلت كده؟ عشان طالما احنا عارفين ان البي ايكوال اي ار، الار دي ثابته، فلما الاي لما الفي هتزيد الاي هنا ايه؟ هتزيد والعكس. فالار ثابته. فدلوقتي الار في كل واحده فيهم اللي هي ديت ار. فالفولتج الكبير هيكون اعلى كرنت انتنستي، والفولتج القليل هيكون ايه؟ اقل كرنت انتنستي. هو عاوز ايه بقى؟ عاوز اقل واحده، يعني اقل واحده ليز ذان ذا اذرز، اقل من الباقي كله، فالاجابه هتبقى ايه؟ لان الفولتج هنا ايه؟ 1، فالاجابه ايه؟ 17. An electric bulb of resistance كذا، ده الار. والباتري التيرمد فورس بتاعتها كده.
اكتيماتيف فورس الفي باتري لما يقول لي internal resistance in negligible يعني ال R equal 0 كده يعني ال VB هي ال potential difference على طول كده في الامتحانات لما يقول لك ال internal resistance negligible يبقى ال voltage between the two ends of the resistance هي نفسها اللي هي ال V battery لو ما عنديش يعني كذا resistance في السيركت ماشي since the number of electrons or عاوز ال N لما ال N equal إيه ديت number of electrons عباره عن كيو اوفر تي افري مينيت مديك التايم بالمينيت يعني الكيو اللي هتطلعها اوفر كام اوفر سكند اكيد مديك معلومات تجيبينها الكيو عشان تجيب الكيو ما هي الكيو ايكوال ايه اي ال معلش يا شباب الان ايكوال كيو اوفر اي ايكوال ايه كيو اوفر اي اهيت ما عندكش انت الكيو هتجيب الكيو اللي هي الاي تايمز ايه التي طب انت اصلا ما عندكش الاي بس عندك التي اللي هي التي ب 60 بسهله الاي اصلا هنجيبها ازاي في اوفر ار اللي هي الفي باتري اللي عندك الفي باتري اللي عندك اللي هي كام 8 اوفر الار اللي هي كام 3.2 طلعناها يعني 8 اوفر 3.2 طلعت كام 2.5 على الكالكوليتر امبير يبقى الكيو ايكوال ايه؟ هتقول اي تايمز تي اي اللي هي 2.5 والتي اللي هي كام؟ 60 يبقى طلعت كام؟ 150 كولم طب هو عاوز مين؟ الان الان ايكوال كيو اللي انت طلعتها 150 اوفر الالكترون تشارج اللي هي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19 هيطلع لك على الكالكوليتر كام؟ 9.4 تايم 10 باور 20 فالاجابه سي for the from the object circuit, which of the following graph reveals the relation between the reading of ammeter and taken resistance اللي هي الار في، ار في اللي هي variable resistance مقاومه متغيره. انت عارف كل ما الار تزيد كل ما الاي اللي يحصل لها هتقل. فالعلاقه بينهم ايه؟ inversely proportional علاقه عكسيه يعني. ف 18 هتبقى ايه؟ هي الوحيده اللي عندك inversely proportional. 19 شكل اللي عندنا ده له علاقه بين ال V اطلع سنة عشان بس ما تيجي علاقه بين ال V ومين؟ وال I يعني السلوب اللي هي دلتا V اوفر دلتا I انت عاوز V اوفر I اوفر A ايكوال مين ال R يعني الريزيستنس بتاع ايه؟ ما هو السلوب بتاعه اكبر اهو الانجل اللي بالاحمر ده اكبر من الانجل اللي بالازرق ديت ما هو السلوب عباره عن تان ثيتا والثيتا لما تزيد التان بتزيد فبالتالي الريزيستنس بتاع الكوندكتر ايه اعلى من الريزيستنس بتاعت ايه كوندكتر بي يبقى ذا واير هاير ريزيستنس هو ايه مش هينفع بي طبعا يعني مش هينفع بي خالص يعني لا سي ولا دي هتنفع معانا هي الاجابه هتبقى ايه بس بيكون ذا سلوب اوف ذا لاين ريبريزنت ذا ريزيستنس ايوه اللاين ده يعبر عن ايه السلوب ده بتاع اللاين ده يعبر عن الريزيستنس فالاجابه هتبقى ايه 19 ايه هكتفي بالقدر ده شباب في الفيديو دوت وهكمل معاكم ان شاء الله في فيديوهات لاحقه شدوا حيلكم زي ما بقول لكم كل مره انتوا رجاله والموضوع والله سهل وبسيط بس عاوز شويه تركيز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.